السلام عليكم بنات ودراري، كنتمنى تكونوا كاملين مزيان وبصحة جيدة. جيت لكم اليوم بلا دوزيام فيديو كويزين سور نوتخ شان أميمة عاشور، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير. المهم لا غوسيت اللي غادي نوجدوا اليوم هي واحد لا غوسيت فاسيل، ما فيهاش مكونات بزاف، كتوجد بالزربة، تقدروا تصوبوها لوليداتكم يديوها معاهم ليكول ولا نتوما ديوها للخدمة، ولا تشربوها مع اتاي في العشية، زوينة بزاف. المهم عارفين شنو فيها، ما فيهاش لي برودوي شيميك بحال اللي كناخدهم في داكشي اللي كناخدهم من الحانوت ومن لي كونت سيرفاس، عارفينها نقيه احسن من اي حاجه تقدروا تاخدوها من برا. المهم ما نطولش عليكم بزاف وندوزو للمقادير. غادي نحتاجو في الاول شوكولا 200 غرام اللي غادي نديرو في الحلوه، انا خديت هنا 260 غرام ولا 250 باش تبقى لي واحد 60 غرام ندوبها في الاخر ونزوق بها الحلوه ديالي. غادي ناخد 150 غرام ديال الدقيق، وغادا ناخد بيضه وحده. صافي هادشي اللي غادي نحتاج، هادو هما المقادير ديال ثلاثه الحاجات ماشي بزاف. وصافي دابا ندوب الشوكولا ديالي ونرجع لكم. المهم انا درت دابا الماء ديالي سخون فوق هاد البوطه الصغيره باش ندوب فيه الشوكولا ديالي، وبغيت غير نشارك معكم واحد المعلومه يمكن تفيدكم. انا دابا ملي بغيت ندوب الشوكولا تقلات لي البوطه، ودي بانيس بهاد البوطه الصغيره اللي كنا شرينا من بيم، وقيله ما كاملاش 200 درهم ميم با، ولكن كتعتقنا بزاف ملي كتقاد البوطه وما كنلقاو شكون يجيبها لينا، كنديبانيو بها داك النهار بما جبناها. المهم كتنفع، انا غير زعما تفكرتها دابا ملي كنت كنصور وما تقادت ليا البوطه تفكرتها وقلت نشاركها معكم يمكن تنفعكم تنتوما. المهم انا درت دابا الشوكولا ديالي يدوب في الباماغي وهرستو باش يذوب ليا بالزربه، ودرت معاه شويه الزيت. المهم غادي نستناه يذوب ونوريكم شنو غادي ندير به من بعد ان شاء الله. المهم ها هو الشوكولا ديالي ذاب، خليت منه شويه اللي غادي نذوبو حتى الاخر نذوق به الحلوه ديالي. وصافي دابا غادي ناخذ الشوكولا اللي ذوبت وغادي نخلطو مع البيضه اللي قلت لكم في الاول، وغادي نزيد عليهم الدقيق وغادي نخلطهم. صافي انا خلطت دابا المكونات كامله ديالي، وغادي نديرها على شكل كويرات وغادي نحطها في لاطه اللي غادي ندخلها للفران، وغادي ندير لها واحد الحاجه قبل ما ندخلها. المهم انا نوري لكم، غادي نحاول من بعد ما درت الكويرات ديالي في لاطه انني ندير واحد التقيبه صغيره للوسط في كل حلوه، وغير بصبعي ولا بشي حاجه مدوره عندي في الكوزينه ولا غير باللي كان، مهم باش في الاخر ندير فيها هي الشوكولا اللي غادي نذوب. صافي غادي ندير دابا الحلوه ديالي في الفران اللي سبق لي سخنته على درجه حراره 180، غادي نتسناها طيب من 10 حتى 15 دقيقه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. من بعد ما جبدت الحلوه ديالي من الفران ذوبت فيه الشوكولا داك اللي بقى ليا في الاول، ودرته غير في هذا الساشي ديال الثلاجه. صافي وعندي هنا شويه اللوز والقرقاع كانوا عندي هرستهم، وشويه لي بونبون في لي كولور قلت نزوق بهم، الا ما كانوش غير الشوكولا مذوب كنديروا دوك التقيبات اللي كنا درنا في الحلوه كيجي زوين غير هو. صافي الا ما كانش عندكم شنو تزيدوا. المهم ها هي الحلوه ديالي بعد ما زوقتها بالشوكولا ولي بونبون داكشي، غادي نحطها دابا في الثلاجه بما بردات، كنتمنى تجربوها كتجي زوينه بزاف وبالصحه والراحه.